السلام عليكم خوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من السلسله الرمضانيه رمضان مع اليماني وسفيان في بركان. في هذه الحلقه غادي نخرجوا الشارع البركاني كما العاده، غادي نسولوا الناس ديال مدينه بركان على مجموعه ديال الاسئله، واللي يقدر يجاوب على هذا السؤال هذا غادي يربح معنا واحد الجائزه قيمه ان شاء الله. خوتي قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوهم تشجيعا لنا. على بركة الله نخرجوا للشارع البركاني ونشوفوا الأجوبة ديالهم واش تقالوا لنا فيها. المستشفى الرئيسي ديال مدينة بركان اللي هو مستشفى الدراق، واش كان سميته قبل الاستقلال؟ الله أعلم. عرفت شي مساعدة شي تقل شي مشكلة يقدر شي واحد يساعدك في الأصدقاء؟ لا والو. تعرف ما عندوش شي فكرة؟ مستشفى الدراق كتعرفوا ياك، هو اللي كاين هنا في المستشفى الرئيسي ديال مدينة بركان، كي كانت سميتو قبل ما يتسمى مستشفى الدراق. مستشفى البلدي؟ لا. انت مشيت على الملعب البلدي، غادي نسهل لك شويه. سميتو كانت سموه على واحد الطبيب فرنسي اللي كان اول طبيب فرنسي يخدم في ذاك المستشفى قبل الاستقلال. سموه على سميت ذاك الطبيب اللي هو فرنسي. شو صعيب اخويا هذا؟ صعبنا ياك. ما عرفتش الجواب؟ لا ماشي مشكل، المهم هو المشاركة. مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال هو عين الرقادة اللي بعيدة على مدينة بركان بواحد 8 ولا 9 كيلومتر، واش هو الأصل ديال التسمية ديالها؟ واش كان السبب في التسمية ديالها بعين الرقادة؟ كان فيها تما واحد العين كانوا يجيبوا منها الناس يسقوا منها الماء ويرعوا فيها البهائم ديالهم وكذا، وهذا باش تكنات هذيك الاسم ديالها، ما كتبعدش بزاف على ما 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 الجهه ديال الفزوان. الله يودي، ولكن واش هو السبب فاش تسمات بعين الرقاده؟ يعني ما اصل التسميه ديالها بعين الرقاده؟ عين الرقاده والله يا اخي هذا هو اللي كنقول لك انا، كانوا يجيو تمايا يسقيو الماء من البهائم ديالهم وهذا، اما شي حاجه اللي ما قدرتش فيها خير. ماشي مشكل، ما قدرتش تجاوب على السؤال ديالنا، اسمح لنا بالله الاول على الازعاج. غادي نسولك السؤال الاول، اعطيني قبائل بني زناسن، اعطيني اسماء قبائل بني زناسن. سؤال صعيب. علاش؟ هذو القبائل ديال بني زناسن، يعني بلاصه المنطقه اللي ساكنين فيها حنايا واللي كنتواجدوا فيها. قبائل؟ واه الله يبارك. نسهل لك، كاين اربعه ديال القبائل. زين. كاين اربعه ديال القبائل، يعني حددت لك العدد وقول لي الاسماء ديالهم. لا ما عرفتش والله. ياك معليش، مهم المشاركه. مهم المشاركه. شكرا على المشاركه ديالك معنا. عين الرقاده اللي كتبعد ب 8 كيلومتر ولا 9 كيلومتر على مدينه بركان، ما اصل تسميتها بعين الرقاده؟ اصل نتاعها بعين الرقاده. علاش تسمات بعين الرقاده؟ ما عرفتش. ما عندك فكره؟ لا. تقدر تبدا السؤال؟ لا تقدر تفكر، مهله تفكير. عين الرقاده كانوا يضربوا فيها يعني الرقاده؟ لا. لا فيها خير، مهم مشاركة. شكرا على المشاركة ديالك معنا. السؤال هو اعطينا اسم اعلى قمة جبلية بسلسلة جبال بني زناسن. سؤال عنده علاقة مع اقليم مدينة بركان. اعلى قمة سلسلة جبال بني زناسن فيها مجموعة ديال القمم. كاين اللي قصيرة، كاين اللي عالية، كاين اللي متوسطة. حنا عطينا اعلى قمة، ما بغيناش نقول لك جوج ولا ثلاثة، عطينا غير اعلى قمة. وبلا ما تعطينا العلو ديالها. زكزك؟ لا ماشي زكزك. فيها خير. فيها عين الرقاده، كتعرف عين الرقاده؟ نعرفها الرقاده، نعرفها. عين الرقاده معروفه. أوه. وفيها قريه سميتها هي قريه الرقاده. أوه. عين الرقاده علاش تسمات بعين الرقاده؟ كانت فيها واحد العين تما وكذا. واه العين. كانت فيها واحد العين. العين وعلاش تسمات عين الرقاده؟ هذيك العين علاش تسمات بعين الرقاده؟ وكان تبوع العين الناس يشربوا بها وكذا، صافي مشات هكا عين الرقاده. تسقيو بها. تسقيو بها جميع المناطق كيجيو حتى لتما يسقيو. علاش سماوها بعين الرقاده؟ علاش؟ علاش؟ وعلى السبب. كان تبع عين وكذا. وراها باقيه عين، باقيه عين. وسماوها عين الرقاده.
ما عندك شي فكره علاش سمات؟ واه ما عنديش فكره. معليش فيها خير. اعطينا واحد الكلمه للمشاهدين اللي كيشوفوا هذه الحلقه هذه بمناسبه شهر رمضان. نتمنى للمشاهدين الكرام عيد رمضان مبارك سعيد وعواشر مبروكه والله يدخلوا علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. واحد الرساله للناس اللي كيشوفوا هذه الحلقه هذه بمناسبه شهر رمضان. كنقول لهم عواشركم مبروكه ورمضان كريم ان شاء الله، يدخل عليكم على ولادكم بالصحه والهنا والله الله يحيينا ان شاء الله تاع رمضان ان شاء الله. شكرا. واحد الكلمه للناس اللي كيشوفوا هذه الحلقه هذه بمناسبه شهر رمضان. دخلوا رمضان مبارك سعيد وانتم ان شاء الله تزيدوا قدام. اللهم امين. شكرا. اعطينا واحد الكلمه للناس اللي كيشوفونا المشاهدين اللي كيشوفوا الحلقه ديال اليوم. مبروك عواشركم والله يخلي لكم صحيحتكم، رمضان مبارك سعيد، صحه والسلام. شكرا جزيلا. عطينا واحد الكلمه للمشاهدين ديالنا بمناسبه شهر رمضان. قول لهم رمضان مبارك سعيد وتقبل الله صيامكم ان شاء الله يا رب. شكرا لك اخويا. لا حد الرساله للناس اللي كيشوفوا الحلقه ديالنا بمناسبه شهر رمضان. نعم ماشي، كنتمنى من الله يوفق كل شيء للخير ورمضان مبارك والله يوحد المسلمين ويرفع علينا هذا الوباء. امين يا رب. شكرا جزيلا. اسمح لنا الازعاج. عطينا واحد الرساله للمشاهدين اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا بمناسبه شهر رمضان. اش نقول لهم؟ صلوا وصوموا واتقوا الله صافي. شي رمضان كريم. رمضان كريم. شكرا جزيلا. بهذا خوتي نكون وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال هذا النهار. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديال الحلقه ديال اليوم وتكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي كاينين في الحلقه ديال اليوم. غادي نجاوبوا على الاسئله اللي طرحناهم في الحلقه. السؤال الاول، اعلى قمه بجبال بسلسله جبال بني زناسن هو قمه جبل فوغل اللي العلو ديالو 1533 متر. واسماء قبائل بني زناسن كاين اربعه، كاين قبيله بني منقوش، قبيله بني عتيق، قبيله بني خالد، وقبيله بني وريمش. ومستشفى يا رب السلام كان هنا ياك كان هنا. ومستشفى الدراق كان سميته مستشفى هود نسبة للطبيب الفرنسي اللي اشتغل فيه كأول طبيب اشتغل في هذا المستشفى هذا. وأصل تسمية عين الرقادة، عين الرقادة اللي بعيدة على مدينة بركان ب 8 كيلومتر 9 كيلومتر بحالها بحال مجموعة ديال العيون المائية في منطقة بني زناسن بشرق المغرب. عين الرقادة من كتجي الأمطار قوية كتفيق هاد العين هذه، ومنين كتنقص الشتاء والفرشة المائية كتنقص هاد العين كترقد، داكشي على سماوها بعين الرقادة لأنها كتفيق وكترقد. أخوتي قبل ما تخرجوا أخوتي ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو هذا مع الأصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوهم تشجيعا لنا. وشكرا على المشاهدة أخوتي. بالنسبة للناس اللي وصلوا لنهاية ديال الحلقة ديال اليوم، بسلامة عليكم، حتى الفيديو آخر إن شاء الله.